الو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب، كيف حالكم يا جماعة؟ جيناكم فيديو جديد للعبة محاكي الشاحنات الأوروبية. طبعا اليوم جبنا لكم هذا الشاحنة أسطورية. شباب، كل إصدار أني أنزل هذا الشاحن، أولا لأنه سريعة، وثانيا صوته حلو، وهو قاطرة مخطورة. زين عمري، هذا التايرات والشغلات كله معاها موجودة كالعادة، يعني تعرفون. وكل الإصدارات أني أنزلها هسه. هذا حاليا إصدار 1.43، إذا أنت تريد 40 و41 و42 هم ادخل ويا فيديوهاتي، تتلاقي هذا الشاحنة موجودة. أو مرات أسوي أخضر طوخ أو شكله رصاصي. زين، هذا الشاحنة ضربة مثل ما انتم تشوفون، هذا الشاحنة اللازمة مالنا. نخليها كالعادة برابط مباشر، كالعادة مثل ما يقولون هكذا. اي واحد يحب يحمل الشاحنة لازم خليه يحملها. طبعا هذا تايرات الويلات معاها موجودة. هذا الشاحنة الإصدارات القديم لما نحن حملنا ورتبنا بها 6 ملفات، 6 ملفات بس. هسه هذا الإصدار الشركة سويت 2 ملفات، لما تحملها يطلع 2 أوراق أبيض، تمسكها وتخليها ويا المودات مالتك. زين حبايب قلبي، وهذا شو اسمه، خليني اوريكم الداخل، لان عندنا متابعين جدد كثير كثير عندنا، لو ما يعرفون هذا الداخل يا مالو. نشغله، هذا جي بي اس، وهذا الحمد لله سلكي. ما اريد الفيديو يطول، انا ماشي هكذا كم متر. دقيقة، طلع السماعة هذا القوية. وورا هذا ان شاء الله انزل افيكو، انزل افيكو هو هم نفس هذا، قاطرة مقطورة. طبعا هم افيكو قديم بس شوية يعني احلى من هذا الشكل مالها. وما مع افيكو هم موجودة معها محرك الصوت وكل شيء معها موجودة. زين عمري، ما اريد الفيديو يطول لان ما اخلي بالمونتاج. انتم شايف هسه شباب، بالنسبة لسكنات الكردستان، أني من كردستان العراق، إن شاء الله أنزلها بعدين. سكنات العربانة مال كردستان العراق، بس شوي أني فت واحد مكان ما يعطيني، يعني مكاني مو مناسب حتى أنزل السكن الكردستاني. إن شاء الله أخلص من هنا وأنزل أرقى سكنات مال كردستان العراق، كردستان الحبيبة. شباب، زين عمري، هذا الشاحنة مالتنا مثل ما تشوفون هسه. بس اوريكم شغلة، هو شاحنة تحمل 2 ملف، والعربانة ماله تروح على هكذا على المكان العربانات. هي تجي على المكان العربانات هنا، لما تدوس هذا العربانة ماله يجي، هي تدوس هذا، حتى هذا الملفات لما تحملها تخلي ويا المودات يطلع الشكل نفس هذا الشكل. هذا العربانة مال شو اسمه، مال هذا الشاحنة لازا. زين حبايب قلبي، يلا هذا صراحة الشاحنة جميلة. يلا حبايب قلبي، في مالا لا تنسوا اللايك والاشتراك. كل مرة اللي أنا أنتم تنسون، آخ آخ عليكم.